علما أنه التموضع الآن الميدان يقرأ كما يلي: أنه محور الممانعة تصطف خلف دول، والمحور الأمريكي أيضا تصطف خلف دول. نخشى من مسألة غاية في الخطورة، وهي أن نستدرج إلى صراع المحاور، لا سمح الله أن توجه ضربات إلى السعودية والإمارات، والإمارات والسعودية تقدم إسنادا بموجب منظومة التحالفات إلى الولايات المتحدة في ضربة توجه إلى إيران. هسا البعض يقول على أي أساس تستندون إلى أن الولايات المتحدة لديها النوايا أو القصدية في توجيه ضربة إلى إيران؟ إحنا نقرأ في الميدان كمتخصصين وبالتحديد كطيار أنه قدوم حاملة الطائرات بالطائرات الثلاث F-35، F-15 سترايك إيجل والF-16 هي تفوق ميدان غزة، ومعنى ذلك هي رسالة ضمنية إلى إيران. في طائرة F-15 سترايك إيجل تحمل بقنبلة GBU-57، وهي قنبلة مخصصة لاختراق الأقبية، والتي تصل مداها تصل عمقا تحت الأرض 60 متر، بعد التدمير 40 متر بحدود 100 متر. هل يوجد تحصن في غزة بهذا المستوى ويحتاج إلى طائرة F-15 سترايك إيجل اللي هي ما موجودة بالعالم كله سوى في 3 دول: الولايات المتحدة وإسرائيل والمملكة العربية السعودية؟ فإحنا أمام استحقاقات وإيحاءات في الميدان تنذر باندلاع اشتباك. من ضمن هذه الإيحاءات اليوم واشنطن وجهت الطواقم اللي بالسفارة اللي هم غير الأساسيين بالخروج، فهذا ماذا ينطي في الانطباع؟ أحسنتم. أنه أكو استهداف بقادم الأيام لداخل الأراضي العراقية؟ ست سحر، نشر صواريخ الثاد ليس أمرا هينا. صواريخ الثاد عام 2014 استوردتها الإمارات، كلفتها 3.5 مليار. هذه مو صواريخ عادية، هذه تشغل الصواريخ البالستية المتوسطة والقصيرة العمل، البالستية التي ممكن أن تحمل رؤوس نووية، تشغلها في داخل الغلاف الجوي وخارج الغلاف الجوي، وهي باهظة الكلفة، ولا تنشرها الولايات المتحدة إلا ضمن رؤية تتنبأ بموجبها أنه احتمال أن يكون هناك صدام إقليمية. فإذا نصل إلى حقيقة مؤداها دكتور أحمد، أن اشتباك حزب الله سيؤدي إلى ضربة إلى إيران، أي الاشتباك في العراق قد يؤدي إلى إسقاط حكومة السوداني، يعني إذا استمرت فصائل